هنشوف هتتلعب ازاي. اتعملت وحش وده ضرب الجزاء. ده ضرب الجزاء محمود بسيوني هتبان لنا مره تانية في العاده. راحوا له بقى لعيبه السكه الحديد. اعتراض هنشوف في العاده هتبان يا كابتن جمال اكيد يعني. وادي هنا بكل حزم بيتكلم محمود بسيوني، يبدو ان هو واثق من قراره يعني الشكل كده، رغم ان اللعيبه كلها راح له كمان سامح السقه. ادي هنا تتعاد مره ثانيه. رقم 8 بيلعبها ايمن سعد. ادي بتتعاد يعني فيها لمسه يد يا كابتن جمال. ادى يعني هنا بانت مره ثانيه واضحه ضربه جزاء سليمه كده. الراجل متاكد تماما طبعا من قراره. وادي اسلام ابو سليمه. رغم ان المباراه يعني دخلنا في الاسبوع الثالث، لكن تحس يا كابتن جمال هي مباراه في الدوري الممتاز. يعني الشرطه كان بيلعب في الدوري الممتاز، سكه الحديد اسمه كبير، في اسامي كبيره في المجموعه السنه دي، وهيبقى دوري قوي جدا الموسم ده. ضربه جزاء واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء. هنشوف بقى مين اللي احرز الهدف. اول هدف لاتحاد الشرطه راح له باتريك وماري. هنشوف خالد صلاح ولا ايه. رقم 8 ولا رقم 9؟ هنشوف رقم 9 احمد ابراهيم عجله. السكه الحديد في اول لقاء اتعادلوا جول. ادي مره ثانيه لسه بنتكلم وهدف التعادل، لسه بنتكلم. مش ممكن مش ممكن مش ممكن هدف التعادل في الدقيقه 36. لسه بنتكلم على نتائج فرقه السكه الحديد، لقينا هدف كده بمنتهى السهوله من حارس المرمى عمرو عبد المجيد. خطا طبعا من عمرو عبد المجيد، مش ممكن يعني، مفيش حد بيعمل الكلام ده يا كابتن جمال، مش خالص ممكن يعني. ده يعني هي حاجه يعني مش ممكن. لو يا ريت المخرج جابها من الاول، هي مشيت معاك اول مره راجل يعني مش اول مره مشيت معاك يعني منتهى الاستطار. شيل بقى شيل منتهى الاستطار. عايز تعمل ايه يا راجل؟ مش ممكن بقى، ده اسمه كلام، بقى ده اسمه كلام. هنشوف بقى مين، شريف رجب ولا ايه؟ رقم 29. بص خلاص راجل ضغط هنا. 25 سعيد قطه تعادلت له كده على رجله اليمين. سعيد قطه بيجيب جول في الدقيقه 37. والاولمبي نابارو كسب الاولمبي. لا حاجه يعني قويه جدا السنه دي في القسم الثاني. مره ثانيه على حدود خط 18 محمد السادات حطها للمساك عمرو يوسف اللي كان مكمل. للسادات مره ثانيه عايز يفكر في التسديد، بيغير لعب الناحيه الثانيه في مساحه. الراجل لوحده تماما هيلحق ولا ايه؟ قطه عايز يروخ في مساحه ضيقه. قطه ممكن يلعب العرضيه، عرضيه عرضيه فيها خطوره. خطر مش ممكن. لسه بقول لك كابتن جمال حمزه ابراهيم الهلالي، قلت لك السكه الحديد ممكن في اخر لحظه يجيب جول بخطا من خط الظهر. الراجل المساك بيطلعها وبيسندها كانه بيلعبها لابراهيم الهلالي المساك. وادي فرحه الجهاز الفني وفرحه خالد بيبو بالهدف الثاني. ابراهيم الهلالي بيجيب جول في الدقيقه الاخيره في الدقيقه 90 يعني. هدف دراماتيكي مش ممكن. خالد بيبو ابراهيم الهلالي يجيب الجول. بيجيب جول في الشوط الثاني في الدقيقه الاخيره. مش ممكن مش ممكن. اتعملت هنا وخط الظهر كابتن جمال يعني تمركز خاطئ جدا جدا. لو اتعادت مره ثانيه بص, بص راجل هنا الراجل بيطلعها ازاي، وتسديده في الزاويه الشمال على شمال الحارس عمرو عبد المجيد.